رجالي في رضاك ذبائح. ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني في رضاك وبذل مهجته فيك. هذه العبارة الواردة في زيارات عديدة صحيحة. وبذل مهجته فيك. إلهي، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لله عز وجل، يقول: إلهي، جدي أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام أعطى أثمن شيء في هذا الوجود الذي هو مهجته، روحه، أعطاها لك فيك بذلا، يعني استرخاصا، يعني إلهي أنا أعطيت لك روحي وأنا خجل منك. هذا الشخص لا يدخل إلى معادلات الله الكبرى. يوجد شيء آنذاك، كان يوجد شيء أعظم أثمن من روح الإمام الحسين، من مهجة الإمام الحسين، أعطاها بذلا. بذلا يعني استرخاصا، يعني شيء رخيص إلهي أنا أعطيه لك. يعني إلهي، أبو عبد الله يقول لله: إلهي أنا خجل، أنا ما قدمت شيئاً.